نتكلم عن المطرب والممثل محمد عطية، النجم السابق لستار أكاديمي، واللي متخرج أساسا في الأساس من مدارس أزهرية، واللي خرج علينا امبارح بتصريحات الحقيقة تعتبر صادمة. قال فيها إيه بقى؟ هو قال إيه؟ لو أنا بحب واحدة ليه ندخل المجتمع والقوانين بيننا؟ إحنا نعمل مساكنة الأول من غير عقد ولا جواز ولا بتاع، ونشوف هنبقى متفقين أو متوافقين مع بعض في الحياة الجنسية ولا لأ، وبعد كده نقرر نكمل سوا أو نسيب بعض. قبل ما أكمل بقى اللي قاله، مساكنة يعني للناس اللي ما تعرفش يعني واحد واحدة يعيشوا مع بعض في بيت واحد من غير جواز، يعني يعيشوا كأنهم متجوزين بس من غير جواز، لا جواز بقى رسمي ولا عرفي ولا مدني ولا أي نوع من أنواع الجواز، اللي هي بالمعنى الدارج اللي أنا ما بحبش أقوله يقولك دول متصاحبين بس عايشين في بيت واحد. طبعا ده يعني مش محتاجة أقول ولا أنصح ولا أقول، معروف الدين قال إيه. وزي ما قلت لكم امبارح، الحقيقة إنه الأيام دي الواحد بيقرأ ويسمع أخبار وتصريحات ما بيكونش عارف يعلق عليها أو يقول إيه. تعالوا نقول إيه اللي حصل في الدنيا يا جماعة، أو الناس جرالها إيه، عايزين توصلوا الناس لإيه. خلصنا من قصة الست مش ملزمة تربي ولادها ولا تطبخ لجوزها في البيت، ودخلنا في قصة جواز إيه وعقد إيه وبتاع إيه، إحنا نعيش مع بعض الأول ونشوف ينفع نكمل ولا لأ. على رأي الزعيم عادل إمام قالك الدين بيقول إيه؟ الدين بيقول اسألوا أهل الذكر، اسألوا أهل الذكر. معانا على الهوى دكتورة سعاد صالح، أستاذة الفقه المقارن بجامعة الأزهر، عشان نعرف رأيها بشكل عام في موضوع المساكنة والكلام اللي قاله أحد الشخصيات اللي المفروض تعتبر إن هي مشهورة. دكتور سعاد أهلا بحضرتك. أهلا بيك يا حبيبتي. أنا أهلا أول أنا الحقيقة هعمل المداخلة دي معاكي لأن أنت غالية عليا أوي الحقيقة، يعني يا ربي يخلي حضرتك، حضرتك الأغلى عليا وعلينا كلنا، وأنا بتشرف بمداخلتك. بشكرك بشكرك يا دكتور سعاد، يعني نورتيني بمداخلة حضرتك، ودايما بنكون في يعني بنحب نسمع وناخد الرأي من حضرتك لأن حضرتك أهل التخصص. ولما نسمع الحمد لله الحمد لله، لما نسمع ان في شخصيه عامه وكلامها ممكن يدخل اي بيت وشباب صغيرين يسمعوه ويقول لك يا دكتور انه انا مع المساكنه، ان اتنين يعيشوا في بيت من غير جواز وبعدين بقى نشوف نتفق ولا لا، ده كلام خطير ولازم هنا نسمع راي حضرتك. طبعا هو بسم الله الرحمن الرحيم، يعني بكل اسف هذا الكلام وغيره من الكلام اللي في نفس المستوى الذي يبيح الحريات المطلقة ويبيح الانفتاح المطلق، كل هؤلاء تحت مظلة الحرية. وطبعا احنا لما نشوف هذه الدعوة من هذا الأخ ربنا يهديه، يعني هذه الدعوة لانتشار الفاحشة في المجتمع، لأن ربنا سبحانه وتعالى يقول إن الذين يشيئون الفاحشة لهم عذاب أليم في الدنيا، يحبون أن تشيع الفاحشة، عفوا، إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. والله سبحانه وتعالى نظم العلاقة بين الرجل وبين المرأة عن طريق العقد المشروع الذي نبدأه بكلمة بسم الله الرحمن الرحيم، والذي نحقق فيه قول الله تعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. هذا الزواج لم يشرع لمجرد الاستمتاع، ولكن شرع لأهداف جليلة وهو إعمار الكون بالأبناء وبالأسر وتنمية المجتمعات وغير ذلك.